دي أشكال المايكات اللي احنا اتكلمنا عليها في أول الفيديو. طبعا ده المايك الإلكتروني أو المايك اللي بيسموه مايك كريستال. في منه أنواع زي ما انتم شايفين، في حاجة الجزء اللي بياخد منها الأوديو هنا فوق، وفي نوعية تانية زي دي ومفهوش مكان الخرم بتاع الصوت، أو الصوت بيدخل من الناحية التانية وبيبقى عبارة عن 5 أطراف من تحت. الأطراف دي بتاعته كلها بنفس الطريقة، ده المايك بيبقى 4 أطراف. طبعا وظيفته أو شكله متغير أو نوع متغير، ده بيبقى جواه دايرة. الدايرة نفسها بتمنع الذبذبة أو التشويش، بتاخد الفوكال بتاع المتحدث أو المتكلم بس وبتنقله بصورة أوضح للطرف التاني. وده المايك المتعارف عليه العادي. المايك ده طبعا احنا بنقدر نقيسه ونشوفه اذا كان سليم ولا لا بالافوميتر عادي. بيبقى له طرفين، طرف موجب وطرف سالب. ده شكله من تحت، طبعا ده ممكن يكون بيتلحم على البورد عادي. وفي منه نوعية تانية بيبقى جاي جاهز كده الطرفين بتوعه، اللي هو الطرف الموجب والطرف السالب. احنا بنقدر نختبره طبعا بالمالتيميتر، بنجيب وضع القياس على الأوم وبنبتدي نحط القطبين بتوعه الموجب والسالب، موجب طبعا في النص والسالب. وهو طبعا على المالتيميتر هيدينا قياس، هو 1.8 كيلو. دي قيمة المايك ده. طبعا هي المايكات بتتراوح القيم بتاعتها ما بتعديش 2 كيلو اوم، 2 كيلو اوم حسب الموديل بتاع الجهاز. يعني لو في مايك اومو بيبقى اعلى شوية علشان يبقى فيه درجة الوضوح او درجة نقاء الصوت اعلى. ده طبعا المايك التاني برضه بنفس الطريقة له قطبين. ده قيمته 7.1 كيلو اوم. ده طبعا المايك اللي بيشتغل في الأجهزة الصينية، اللي هو المايك اللي له طرفين. وده بيشتغل في بعض أجهزة النوكيا وممكن أجهزة من السمارت فون الجديدة برضه، بتبقى موجودة في أجهزة التابات الصينية. التابات حتى الموديلات زي الهواي بيبقى موجود فيه. المايكات دي أشكال المايكات وأنواعها. احنا طبعا دول تركيبهم بسيط، مبيبقاش فيهم مشكلة. هنتنقل ازاي نركب المايك ده، لأنه المايك ده دايما بيبوظ في عملية التركيب، يعني بيبقى جاي جديد سليم وبيبوظ في عملية التركيب. ايه اللي براعيه في المايك ده بالذات؟ ان انا ما احطش فلكس من فوق، او احاول ادخل فلكس او اي مادة من المواد زي التنر او البنزين للتنظيف من فوق. كل اللي وانا بركب المايك ده برضو عملية التسخين ما بتبقاش مباشرة من فوق، ممكن تكون من تحت زي ما هنشوف دلوقتي ازاي نركبها. احنا معانا جهاز سامسونج جالاكسي S3. ده الميكروفون هو راكب ده مكانه. زي ما قلت لكم برضو في اول الفيديو، في بعض الاجهزة بيبقى فيها مايكين اتنين. جهاز السامسونج S3 بيبقى فيه مايكين، مايك للفوكال العادي او المكالمات العادية، والمايك تاني بيشترك في لما بتفتح السبيكر بيديلك صلاحية اكبر او وايد كده ان هو ياخد صوتك بصوت اعلى. مكان المايك التاني هنا، وطبعا احنا شايلينه من مكانه فوق. اوقات الحاجات ممكن من الحاجات اللي بتحصل عندنا ان احنا بيبقى عندنا مشكلة مثلا في الميكروفون والجهاز بيقطع صوت،
ولما بنغير المايك بنلاحظ ان برضو الصوت ما اشتغلش او المايك ما اشتغلش. في بعض الاجهزه بيحصل فيها عطل ان مايك من الاتنين بيبقى فيه شورت وبيخلي الجهاز يقطع صوت مايك في الاتنين، سواء ممكن تغير واحد واتنين وتلاتة وتلاقي الجهاز برضو ما اشتغلش. فيستحسن لو الجهاز عندك فيه مايكين وانت غيرت مايك وما اشتغلش، ترفع المايك السكندري اللي هو مايك بتاع تسجيل الفيديو وبتاع السبيكر، وتست الجهاز بالمايك اللي انت غيرته. طبعا ده شكله، هوري لك الطريقة بتاع التركيب دلوقتي. طبعا هنبتدي نحط البوردة في الهولدر، نمسكها بالهولدر. ايه اللي براعيه في عملية تركيب المايك ده؟ اول حاجة الجزء الخلفي من البوردة، اهم حاجة ما يكونش فيها كومبوننت تحت، او بشوف اتأكد ان مفيش كومبوننت الناحية التانية علشان عملية التسخين ما تأثرش على المايك في تركيبه. تاني حاجة طبعا براعيها ان المايك الجزء العلوي منه او الجزء اللي فيه الخرم لفوق ما يوصلوش اي فلكس. طبعا ده مكانه المايك، ببتدي امسك الهوت اير بهدي الهواء بتاعي شوية وببتدي اسخن من الجزء الخلفي للمايك. الفلكس انا بحطه بالطريقة دي، نقطة بسيطة وبحطها على البورد نفسه زي ما انتوا شايفين. هز المايك كده بيرجع مكانه تاني، كده المايك ركب. اللي براعيه في عملية التركيب حاجتين، السخونية بتاعتي يبقى درجة الحرارة عندي مظبوطة. ثانيا ما بسخنش زيادة عن اللزوم، او ما بتقلش ما بحطش الهوت لفترة كبيرة علشان ما يبوظش الجزء الخلفي من البورد. دي طريقة التركيب بتاعة المايك الكريستال، براعي عدم الحرارة المباشرة اول حاجة، وتاني حاجة الفلكس. ودلوقتي احنا هنتعلم نعرف اذا كان في اشارة للمايك على البوردة ولا لا. طبعا ممكن الاشارة ما تبقاش موجودة لكذا سبب. الاشارة دي برضو بقيسها بالاوم عن طريق المالتيميتر، بجيبه برضو على قياس الاوم على اشارة الاوم، وببتدي احط المالتيميتر الطرفين بتوع المالتيميتر على الرجول بتاعة المايك وبشوف القراية اللي بتطلع لي. طبعا زي ما انا شايف هنا طلع لي 119 كيلو اوم، ده معناه 120 تقريبا كيلو اوم، وده الاشارة اللي طالعة من المايك. بتفيدني في ايه القياس ده او الطريقة دي في القياس؟ اني لو عندي المايك قطع خالص قبل ما اغيره، ولو انا مش متأكد ان المايك نفسه بايظ ولا لا، ممكن اشيل المايك واقيس بالمالتيميتر على الطرفين دول. لو لقيت قراية موجودة بعرف كده ان في اشارة موجودة من دايرة الاوديو وطلع على اطراف المايك. لو ما لقيتش اشارة يبقى انا عارف ان المايك اللي عندي سليم مفيهوش مشكلة، وببتدي اتتبع الاشارة بتاعت المايك من على البوردة، سواء بالمخطط او سواء ممكن ابص عليها انا بعيني. اللي بيحصل ان في جزء من الكومبوننت اللي بيبقوا ورا المايك دول، سواء كان مقاومة او سواء كان مكثف، ممكن الاقي منهم كومبوننت مكسور او متشال من مكانه. بشوف هو نوع المكون ايه، سواء كان مكثف او مقاومة او حتى كويل لو كان ملف من الملفات. وفي اغلبية الاحيان اللي بيحصل ان بيبقى فيه ملف من الملفات اللي بتوصل الاشارة ده فيه كسر او بايظ. اللي بنعمله ان احنا بنشيل الكويل ده خالص وبستبدله لو عندي بديل. لو ما عنديش بديل ممكن اعمل مكانه بريدج وبرجع اقيس الاشارة بعد ما بعمل البريدج ده، بقفل يعني النقطتين بتوعه زي دول. لو انا هشيل حاجة من ده
بقيسه الاول واشوفه اذا كان سليم ولا لا. لو هو مش سليم بشيله واحط مكانه بريدج من نقطه ما بين طرفينه، وبرجع اقيس الاشاره على ارجل المايك. لو لقيت الاشاره طلعت انا كده حليت المشكله. طبعا 80% او 90% من المشاكل اللي بتجيلنا في المايكات اللي قطع من على البورده بيبقى سببها كويل من الكويلات دي بيبقى مكسور، او حد حاول يفتح الجهاز، او الكويل نفسه وقع عليه اي سائل زي الميه. طبعا بشيل منظف المكان، وزي ما قلت بعمل بريدج. دي اول حاجه. تاني حاجه في اعطال المايك ممكن اتتبعها لو عندي المخطط، وبرضه هنشوف ازاي بصوره عمليه نتتبع اعطال المايك من المخطط. وطبعا دايره الاوديو بتبقى محدوده، يعني بعد المايك بيبقى فيه الكويلز اللي انا قلت عليها دي. لو ما فيهاش مشكله 80% او 90% بتبقى المشكله في دايره الصوت او في الاي سي الخاص بدايره الصوت، بشيله بستبدله، يا اما بعمل له ريبولينج زي ما اتعلمنا فيديو من الفيديوهات اللي موجوده عندنا ازاي اعمل ريبولينج، والمشكله بتكون اتحلت عندنا.